يعني يمكن احنا نقول ان الماتش في الاول والاخر دي مجرد ماتش في الدوري، فاحنا هو اخر ماتش في الدوري، ويمكن شويه وصلنا للولاد بقى متحمسين اكتر لما بعد كده، فللاسف احيانا بيوصل لليفل اللي هو مش باصص تحتيه دلوقتي، انا باصص للي بعد كده. وده كان الكلام ان احنا نازلين النهارده في عندنا جزء ان الناس مركزه في النهائيات اكتر من ان الجزء مركزه في الماتش بتاع النهارده، وبالتالي كان دورنا الاساسي ان احنا نخلي الولاد نركز في الماتش النهارده، والحمد لله الولاد ادوا اداء كويس اللي بنبقى حاجه ان شاء الله مبشره للي بعد كده. الاساس الموضوع يمكن احنا بنخلص الدوري النهارده، ده اخر ماتش في المجموعه في دوري المجاميع اللي هو بعد ما خلصنا المجموعه الاولى والمرحله الثانيه، دي المرحله ان شاء الله داخلين في المرحله الثالثه، فدي كانت نهايتها النهارده اخر ماتش اللي المفروض ان شاء الله بعد كده بناء على قرار الاتحاد هيطلع فيها ثلاث فرق اللي هو الاول والثالث والخامس بيلعبوا بعض، والثاني والرابع والسادس بيلعبوا بعض، فان شاء الله نامل ان هي دي الماتشات اللي ان شاء الله ان احنا نكون عاملين لها تحضيرات، ان احنا تعبنا من اول السنه عشان خاطر اللحظات اللي جايه ديت، زائد ان احنا كمان من مباراه الكاس اللي احتمال تتلعب برده في وقت القريب، المفروض الحمد لله ان احنا عندنا ماتش مع السيمي فاينل وبعد كده ان شاء الله نلعب فاينل، فان شاء الله كل ده ما هو تحضيرات الا للماتشات اللي الفتره اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لنا. وطبعا فريق ده مش تقليل من فريق اسيوط، بالعكس فريق كويس جدا ومميز جدا، ويعني يمكن امكانيات اللعيبه واحنا عارفين كل حاجه ان هي محدودة شوية، لكن في الولاد عملوا الدور كويس وعملوا بالنسبة لنا احنا الجيم كويس اللي احنا اللي هو اللي احنا بندور عليه الحق، ان هو للولاد ينزلوا يلعبوا اللعب بتاعنا الطبيعي، الهدف بتاعنا ان انا عايز اطلع من مباراة بحاجة معينة، والحمد لله تمام. النهارده كنا بنلعب اسيوط يعني قبل الاخير في الدوري، فكان ماتش في المتناول يعني، كان عندنا المرة اللي فاتت الماتش اللي فات كان الزمالك تعادلنا، ما كناش مظبوطين في الشوط الثاني، فكان لازم نعمل كده النهارده، كان لازم نفرق بسكور عشان نمشي في الاول نبقى في اول الدوري. وطبعا انت عندنا كلنا بنتكلم مع بعض، كلنا مع يعني متجمعين مع بعض دايما، نتكلم قبل الماتش وبعد الماتش على الاخطاء وبس، فبنتكلم قبل الماتش وبعد الماتش على الاخطاء وبنعمل كل حاجه مع بعض، فكله بيتكلم مع كله يعني. الحمد لله احنا كنا بنلعب النهارده نادي اسيوط، فرقه طبعا محترمه وفي الدوري معانا، بس فاحنا حاولنا يعني نلعب من الاول برجوله، والحمد لله فرقنا في السكور. يعني لو لسه الماتش ما خلصش واحنا لازم يعني لسه لازم نكمل بنفس المستوى عشان يعني عشان السكور ما يرجعش تاني، نفضل محافظين على السكور ان شاء الله. احنا عندنا المربع في الكاس، فاضل لنا السيمي فاينل والفاينل، هنلعب في السيمي فاينل مدينه نصر، وفاضل لنا نهايات الدوري، فدي فخلاص هي دي اللي بقى هتحسب انت فين، يعني تعب كل الموسم هو ده اللي هيبان دلوقتي انت عملت ايه قبل كده، فانت لازم تركز عشان هي دي الفتره اللي انت هتطلع فيها كل تعبك اللي فات. انا في الاول خالص ما كناش مركزين في الماتش قوي، واللعبه كانت نازله مستهتره، ما كانش دماغي الماتش سهل كده، بس بعدين الكابتن كان مدينا بره تعليمات وبعدها ركزنا في الماتش والحمد لله كسبنا يعني فرق كبير. يعني بقول لهم الله ركزوا في الدفاع يعني فاست بريك نهاجم بسرعه وكده، والماتش بتاعنا والله كابتن ميشو شغال معانا الفتره دي جامد، ومركزين جامد في التمرين ومشاعر كويس، اهو اللعبه مركزه جدا يعني، وان شاء الله هنكسب يعني الدوري بتاعنا ان شاء الله. الحقيقه الفريق ده وفريق الشباب لكره اليد مهم جدا للنادي الاهلي، ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنستعين او النادي الاهلي بيستعين في الفريق الاول بمجموعه من اللاعبين دول، لعيبه على اعلى مستوى عندهم من القدره البدنيه والفنيه ان هم يشاركوا مع الفريق الاول، وفي نفس الوقت بيبقى اعداد لهذا الجيل انه ان شاء الله يحمل الرايه بعد سنه 2-3 انه يقدر يشيل الرايه ويبقى مستقبل كره اليد في النادي الاهلي.